بدي احكي بدل كوبينج، كيف بعمل كوبي مثلا ل ليست. فرضا تعال نعمل هالكلاس A اللي هي مبدئيا الكونستراكتور بتاخد فاليو مثلا بتعمل internal variable لها او field مثلا كيف نسميه، او يعني variable خاص لها اسمه val. هلا هذا الفال هو هيدن بس هو مبين هون، فبقدر اني اعرفه اعمله برنت وبحصل عليه هيك، وبقدر غيره كمان بسد فال. طيب لحد هلا ما في شيء كتير مهم. تعال نعمل اوبجكت، تعال نعمل ران لهاي. بدي اعمل اوبجكت هون فرضا انستنس من هال، يعني اوبجكت من هالكلاس. حطينا 8 معناتها الفال، هيدا الفاليو تاعته صارت 8 بقلب هيدا الانستنس. إذا عملنا له ورجينا اياها بصير ورجينا 8. طيب هلا هيدي هالسطر الغريب شوي، يمكن هذا السطر حقيقة بيعمل هو انه multiply 3 انه المقصود بكررها، لأنه يعني حطينا هون فاصلة فالمقصد بكررها وبيعمل لها مثل append تقريبا هيك شيء، حكررها 3 مرات. بس قبل خلينا نشوف شغلة مفيدة هون، خلينا نلقي نظرة على ال A مين هو، على ليلي مثلا نشوفه وين هو قاعد. فهدا ال A هو بقلبه في reference ل object at كذا، هيدا موقعه يعني هو pointer تقريبا. خلينا نقول بالرفرنس بوينتر، مش حادقق كتير بالهذا. بالنهاية هو لو فعليا عم بورجيني الادرس تاعه يمكن بوينتر اضبط شيء. فهذا هو يعني موقعه هون، ف وهو بيعمل بوينتينج لهذا الاوبجكت. طيب فاذا هذا هو الاي. هلا اذا قلنا هون كرر لي اياها مثل ما، خلينا بس اعمل كومنت لهاي وهاي، قلنا له هون انه برنت مثلا نشوف انه 97 97 كررها هي ذاتها 3 مرات. يعني هو ذاته خلينا نقول انا ما بدي اقول كلمة كوبي هون لانه انا فعلا المحور كان عن الكوبي، بس انا بفضل هون اقول انه هذا هو ذاته، هذا مش انه قصة او بلا كوبي بالاحرى. هذا يعني هذا بسموه شالو كوبي لسبب انه هذا مثلا على هذا ال زيرو هو اول واحد هون، هو ال زيرو هذا، بعدين هيدا هون ال1، بعدين هيدا هون ال2. هلا ال0 وال ال0 وال1 وال2 هن كل واحد منهم قادر انه يعمل بوينتينج للاوبجكت اللي بده اياه. بس هلا بحالتنا هلا كلياتهم عم يعملوا بوينتينج ل object واحد، يعني هو هذا ال A. طيب رح اتجنب استعمل كلمة reference حتى يمكن هذيك إلى قصة reference ما بعرف شو هي، ما بهمني، بس حاول أكثر شيء أستعمل كلمة pointer لأنه بحسها هي أزبط شيء. ف فبالتالي إذا أنا بقول له هون مثلا ال زيرو، فأنا في حقيقة أعمل في يغير كل شيء، في يغير كل شيء حولي. يعني أنا في هون مثلا أقول له ال زيرو 10، فيني أعملها بوحدة لحال سالبي دول. ف ال زيرو 10 أوكي،
ومرة تانية print L. ف هيدي هي الفكرة مبدئيا. هيدي يعني هذا تقريبا بيسموه shallow copy، مش deep copy، لأنه هلا في شوية تفاصيل بعدين بنشوف. shallow copy يمكن مش هذا الكونتكست تاعها، بس لأنه لأنه يعني ليش shallow؟ لأنه هو حافظ، لأنه عمل، لأنه بكل element بهالليست هيدي هناك عم بيشيروا لنفس الاوبجكت، فمشان هيك هو بسموه شالو كوبي. اذا ديب كوبي بيكون بيخلي المحتوى هو ذاته، ولكن بيغير رفرنس كل مره. يعني رفرنس هون مثلا 790، ما هو اصلا موجود، هو اصلا موجود في 790 هذا الاي هون، بس هذا بيعمله هون يمكن ما بعرف، حيعمل بيعمل كوبي عنه، فعليا كوبي عنه بمكان اخر بالميموري، وبيعمل له رفرنسينج طبعا يعني بالنسبة إلنا بمكان آخر، بالنسبة إلنا كمبرمجين بمكان آخر. طيب حقيقة اللي بده يفوت التفاصيل أكثر في يمكن يستفيد منها، هون في ديسكشن حلو بفتكر هون، يمكن لا هلا هون بيحكوا عن الشالو كوبي والديب كوبي، في أفكار يعني هون، بس أنا حابب إني كان كمان أحكي عنها، بركي بقدر أضيف شي هيك له معنى. في لهون كان في مش عارف وين هي، عاكل لحوال ما بعرف وين. it's okay. فهون ما بكررها بهالشكل هيدا، فهو بكررها يعني لازم نفهمه انه كله بيعمل referencing لنفس الأوبجكت أو pointing لنفس الأوبجكت. حاجة أنا بكي استعمل كلمة reference. طيب عاد هلأ في شيء، في شيء بعد أقوى من هيك، بمعنى هلأ وبالتالي أكيد إذا بغير شيء هون مثلا، إذا بنرجع نعيد الأقل، هلأ إذا بدي أقله حياتي الـ A هو مثبت على 790، ف هيكرر هو ذاته فعليا. فهون اكيد اذا قلت زيرو هون هو 8، كان ال A get value يعطيك 8، هلا هون اذا حيصير يعطينا هون يردلنا 9. مظبوط، هي print هي بال get value اللي هي رد 9، عمل 9 وبالتالي غيره فعليا، ما في شيء كتير مستغربينه. في شيء، في بعد اقوى من هيك، في بعد شيء يعني أكثر من شالو كوبي حقيقة. انسرت سال بيلو، هي بكل بساطة إذا أنا بقول له فرضا ال ال يكون ل ال، فهيدي سوري بعمل هيك. فهون إذا فرضا بتقول له هون تعمل برنت لل ال ال، فأكيد هي زي العكس. ليش أخذ 10؟ انا تحت كنت عامل شي 10، بس 129 126. انا هون عملت اقل زيرو، ما انتبهت الا بالغلط هاي صارت، انا كنت بالغلط هاي صارت 10، انا ما قصدي هيك، كان قصدي هيك وهي دغري. اوكي هي هل متوقع، منيح اللي في ترتيب في هون ارقام هون لنعرف شو عملنا. على كل الاحوال هي مكرر 97 97 97. طبعا هذه اقوى من ال يعني قصدي اقول هلا هون اصلا نحن ما عندي الا ليست وحده، ما في الكمبارزة عم بعملها يمكن منها كتير واضحة، لازم مش مشكلة خلص خليها هاي رفرنس لألي. لا على كل اللي بده يفهم الديب كوبي والشالو كوبي خليه هون يمشي بهون، فهيدي رح خليها عن هالفيديو هيك مثل تسلية لألي أنا. ف
فهلا هون اذا بتقول له مثلا هالقل اذا زيرو مثلا تعملوا 50، ف حيغير بال، قلت له برنت ال، حيغير بالال كمان، هي عمله 50. اوكي عمله 50، كان لازم ما اعمله لا، بس انا مشكلة هي عمله 50. فهذا اكتر من شالو كوبي او ديب كوبي، هذا فعليا هذا هو زر، يعني هذا الال هو زيته الال، اتنيناتهم بيعملوا ريفرنسينج لنفس الليست، مش بس لنفس عناصر الليست، لنفس الليست. هلا اذا بدنا نعمل لنفس عناصر الليست بس بليست تانية، ساعتها بنستعمل شالو كوبي، ساعتها بنقول له امبورت، بتستخدم اللايبرري هاي كوبي، بتقول له فرضا شو بدنا نسميها L1 كوبي، بستخدم اللايبرري وبستخدم كمان كوبي، هذا انه المقصد بهيدي الكوبي اللي هون هي شالو كوبي. هاي الكوبي اللي هون هي هاي الكوبي اللي هون، ف بقول له ال مثلا. هلا هون ال ما ننسى هي فيها 50، فانا هون بال L1 بالألوان بالزيرو مثلا أول وحدة حلو 51. أوكي وقبل خلينا نشوفه ألوان كمان تمام في 50 نفس الشيء 97 97 نزلتهم، ولكن الليست ألوان غير الليست ال، يعني هي الحقيقة يعني اتنين different lists، بدليل انه اذا بتقول له ال دوت، اذا بتقول له ال زيرو مثلا او ال وان زيرو عملها 60 مثلا، و اوكي و 60 اقول له برنت ال، فرح تضلها 50، معناتها هنا تو ديفرنت ليست. اوكي هيدي فسن هيدي اضعف شوي من ال ال ايكوال ال. وبعد في وحده اضعف واضعف اللي هي الديب كوبي، بمعنى الانفصال بين النيو ليست والاولد ليست. فمثلا خلينا نمحي هذا السال، خلينا هون نعمل ديب كوبي، و ال هون يمكن ديب كوبي لازم نشوف suggestion مزبوط، وتعال نسميها هاي ال2 مثلا، فال2 هي ديب كوبي. فهون مش بس ال2 lists are different، كمان حتى كل شيء بيعمله كوبي مثلا 50 طلع حيعمل له 50، هيدي مثلا بال 50 هيدي primitive type، ف مش حافوت بهالتفاصيل هلا انه شو قصة الكوبي ولا ما في كوبي هون، هيدا مش مهم. ولكن هيدا حيعمل هون ال variable موجود هون حيغيره فعليا، عفوا حيعمل variable جديد بنفس المحتويات، بنفس المحتويات. ف وهيدا كتير مهم الديب كوبي يعني، واكيد هي اكتر وحده يمكن تستهلك ميموري او انه عندها استعداد انها تستهلك ميموري اكتر من غيرها. ففعليا تعال نقول له هيك، تعال نقول له ال2 0 مثلا او ال2 كله سوا مزبوط 50. فهون بتشوفوا 10 اي 0 اوكي هاي مهمة، والله انا كنت منتظر انه هاي دي، انه هاي فهمت انه هاي 10 اي 0 حتى نشوفه بالترتيب 7 اف اي بي 4 اي 7 اف اي بي 4 اي اي دي 10 اي 0 اي دي 10 اي 0. كنت انا منتظر انه حتى يكون هيدا كمان مختلف عن هيدا. هلا ليش حطوا هن زيتهم؟
يعني كنت منتظر انا انه بالديب كوبي على كل الاحوال. خلينا نوضح شوي شو هي الديب كوبي اكثر شوي. فعلا تعالوا نقول له الالوان. نحن هلا بين الال والالتو، فالالتو هو الجديد get value، بعدين الالتو كمان الجديد بالوان باول بأول وحدة هون. خلينا نقول كله L2 مبدئيا. مش عارف اذا فوق 80 او هذا. نشوف L2 شو هي 9، فتعالوا نحط له 80 غيرناها وجد نتأكد انه حي يطبع 80 صحيح. وورا هول اذا هون صار عندي 80 بقلب هاي، وبالتالي ال L اذا بقول له print L دوت و L واحد دوت get value ما رح تكون 80، رح تكون 9. get val رح تكون 9. ليش النن؟ لنن هات نشوف شو لسه كمان. لو بس لاني قلت له برنت كان مزبوط، لانه هو ما في داعي تقول له برنت لانه اصلا هو اصلا بيعمل برنت، فريتيرن الفاليو عمل ريتيرن للبرنت، وريتيرن للبرنت هي نن، ما في شيء مهم ابدا. لانه هي هيك انا عاملها، ما هي اصلا فيها ريتيرن الفاليو شو بده يرجع؟ نن. مش ريتيرن، ما هو انا قلت شيء غلط، شو انه ريتيرن فاليو للبرنت؟ ما في ريتيرن فاليو اصلا، فقال لك نون، شو عم يرجع؟ ما بترجع شيء. طيب هذا كله مش هو اللي بدي اقوله حياتي. ما عجبتني هاي، انه ليش بشاله كوبي ما خلص، لانه هي ذاتها، فقام عمل لك ديب كوبي لوحده تانية بس كمان هي ذاتها، يعني ما دام تكررت هاي مستعد يعملها مره واحده مش انه بيشتغل فيها. على كل هي طريقه لاله. هلا اذا بعد واحد مصر انه يعمل بده اياها هي مختلفه عن هاي، فاذا اول شيء كله فارق عن بعضه. حتى اذا بعد بدنا هيك نحس بابتعادهم عن بعضهم، مثلا قديش هن مفصولين عن بعض، تعال زيرو اللي هو 50، تعال حطه مثلا 51 ورجع قول له print L، فهي رح تضلها 50 بينما هديك 51، يعني مثلا print L2 رح تكون 51. اوكي، وعلى العشرة A0 اللي هي لأنه هو object جديد، برنت ال على القديمة 97، لقيها هون 97. طيب اذا لا اذا انا ما عجبتني هيدي، انه هيدي هي زي انه فعليا هن عم بيشيروا لنفس الاوبجكت، فينا نعمل كمان قصة ال قصة اذا هلا اذا بتقول له شالو كوبي، بفتكر الشالو لانه بده يصير يعملهم هو اصلا بيعمل اثنين اوبجكتس ديفرنت لبعض، بس الاشياء الانترنال سي هون هيدي كلا. هلا هيدا مفهوم مختلف شوي عن الليست، بس انا حجرب اعمل شالو كوبي. هلا هو اذا بدي اريح راسي بعمل ديب كوبي، حجرب اعمل ديب كوبي مثلا ال L2 لاوضح الفكره. هيدا اندكس 0، هيدا 1 0، هيدا 2 اندكس 2 بيساوي كوبي دوت ديب كوبي لل L to 1. اوكي، بنرجع بنقول له print L L to، بنرجع بنقول له
L2 فرضا 1 dot get val ونرجع نقول له L2 2 dot get val. فإذا L2 عنده ما فعلا بالديب كوبي خليهم يفرقوا عن بعض 8 8. هنا كليا هنا ما خصهم بعض L2 1 غير L2 2 كليا. هلا بفتكر لو بتقول له كوبي بعتقد حيعطي نفس النتيجة، لأنه هو بطبيعته عم تقول له كوبي أول شيء هو بيعمل لك different، يعني هو بيعمل different object فعليا، بس الأشياء الانترنال بتكون رفرنس. طبعا لما تكون عم تعمل deep copy للست، هلا بس هون عم تعمل deep copy ل object object of class A. هات نجرب شو بصير. إذا L2 2 deep copy L2 1 L2 1 بعده 10 A أنا قصدي هون هيدا 10 A 0 هون، هيدا 10 A 0 هون، عملت هيدا صارت 10 A 0 هون، صارت كذا. لنشوف لنشوف إذا بغيرها أو لا. أنا بقول يمكن يغيرها. إيه والله غيرها. تمام. ما هي هذه فكرة الشالو كوبي. هون ما فرقت قصة الشالو كوبي كتير. لو كنت حاطط أشياء internal ساعتها أوكي. وبزيادة هالقد أوكي بزيادة هالقد شالو. فإذا شالو كوبي بيعمل different object، deep copy كمان بيعمل different object. deep copy الأشياء الجوانية كمان بيعملون كمان different، بس كله ال value بتكون الأشياء ال values 80 50 كذا بكونوا كلها مثل بعض. وفي اقوى من اثنين اللي هي هيدا. هي الحقيقة منا هيدا منا كوبي اصلا، هي الحقيقة new variable reference the same variable. هيدا يمكن هون يمكن منيحة كلمة reference اساس انه هو ذاته، يعني شو ما في شيء عن جد هو ذاته. اي شيء بتغيره على الاقل كمان بيتغير هون. مسألة زيرو بالفعل ورجعنا نفس الشيء. فاستعرضنا ثلاث أشياء اللي هن بدك توتال ريفرنس وشالو كوبي وديب كوبي. عملنا شالو كوبي على وديب كوبي هون على الليست مثل ما عاملينه هون بهالتوتوريال المهم. وجربنا كمان الشالو كوبي والديب كوبي على 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 اوبجكت من كلاس. وهذا كل شيء.